يقول السائل: ما هي آكد الأوقات التي يرجى فيها الإجابة يوم الجمعة؟ لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي فيه ساعة الإجابة. اليوم الجمعة فيه ساعة الإجابة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه، ساعة من يوم الجمعة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى تقليلها، ساعة قليلة، ولم يبين في أي اليوم، لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، كل يوم الجمعة، من أجل أن يحصل على الأجر، يصاد في الساعة وأيضا يكتب له أجر بقية اليوم زيادة على أجر الساعة. هذه هي الحكمة في إخفائها. ولكن العلماء اجتهدوا في تحديدها على أقوال كثيرة، فمنهم من يقول إنه من حين يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا وقت ساعة الإجابة، من حين يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فالساعة في هذا الوقت ما بين جلوس الإمام إلى قضاء الصلاة، الساعة في هذا الوقت، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، الله أعلم. والإمام أحمد رحمه الله يترجح عنده أنها آخر ساعة من اليوم قبل غروب الشمس، آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا الذي يترجح عند الإمام أحمد، أن في آخر اليوم عند نهاية اليوم بغروب الشمس. نعم، الله أعلم. نعم.